بالنسبة لي هذه الاتهامات سمعناها من أبو علاء الولائي الولائي منذ 2017. اتهم سيد الرئيس مسعود البرزاني يريد أن يشهر اسمه على أساس سيد الرئيس مسعود البرزاني يريد أن يبرز قصدك على حساب يبرز اسمه على هذا الحساب، لأنه في 2017 قام بمساواة بين داعش وبين الكرد. نعم. في 2021 اتهمنا أيضا من قبله، وقبل يومين ثلاثة اتهم ديمقراط الكردستاني جزافا وبدون أي دليل بأننا نشق صف هاي نقطة، النقطة الثانية.